فانوس عادة مصرية أصيلة وأول من استخدمه هم المصريين، وده وقت لما جه الخليفة المعز لدين الله الفاطمي من الغرب للقاهرة في شهر رمضان. وقتها خرج جميع المصريين ستات ورجالة وأطفال واستقبلوه وهم ماسكين الفوانيس، وبعدها انتقلت العادة من مصر لجميع الدول العربية. عشان كده النهاردة نزلنا نسأل الناس، جالك فانوس رمضان ولا لأ ومين اللي جابوه؟ أو مين اللي جابوه؟ خطيبي. لا ما هو بيجي للبنات يا، ما بيجيش للصبيان. ما فيش اي ولد يجي له. لا بيجي للبنات. اه جالي فانوس. مين اللي جابوه؟ خطيبي. لا طبعا ما كبرنا على الكلام ده، بس احنا جبنا فوانيس لاولادنا ولاحفادنا. لا ما تفكرنيش ماشي، انا زعلانه. لا الصراحه ما جاليش، هو تقريبا ما جاليش قبل كده اصلا. اه جالي فانوس السنه دي. اكيد خطيبتي يعني حبيبتي. لا خالص اطلاقا يعني، ده شكل واحد يجيله فانوس. لا ما جاليش والله. انا جبت فانوس رمضان بس من نوع اللي هو القماش، مش من نوع اللي هو الصاج او الذهبي او كده. لا صراحه حلو ما جاش، بس خلاص عشان ما عيطش. نفس السبب وهعيط والله. لا نفس السبب برضه، ذكريات وحاجات مش كويسه. لا ولاش في الجو ده. لا ما جاليش، جالي السنه اللي فاتت فانوس مفتش كرومبو. لا ما جاليش والله، لاني ما ماليش في الموضوع الارتباط ده خالص. جالي اه جالي اه جالي فانوسين. فانوسين اه اخواتي. اه جالي واحده صاحبتي. لا انا اللي انا اللي جبت للعيال ولاحفادي. لا لا ما فيش حاجات، احنا في هندسه. جالي فانوس رمضان. لا ما جاليش فانوس رمضان. لا ما بيجيلناش الحاجات دي خالص. ما بنجيبش فوانيس دي من زمان يعني، كبرنا بقى الموضوع ده خلاص، ما بقاش يجيلنا يعني. لا ما جاليش السنه دي فانوس. لا خالص ولا حد عبالي. ايه الجو ده يعني؟ لا يعني كان زمان، كان زمان يعني، دلوقتي لا. لا ما جاليش، كنت بجيبه وانا صغيره بس ما في المدرسه. جالي فانوس صغير ميداليه كده. ماما ماما وحبيبي.